الناس قاعدة كده ازاي؟ مش عارفة يا سيدي. أما الناس بتسوق الجمعة ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. وأنت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجالة، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي، إن شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي، حلاوة النبي، حلاوة النبي. أنا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. تعالى درجوي الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين. ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته دافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى، وده انت وسطينا اهو شامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحتهم بعفدي. يا هذا بن شوي لقد حينت اللحظه، والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. على انه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم يخدر يعجن. صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الويقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. نستبزه. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول، انا بقول لك ان احنا نستبزه زي بتبتدي بالاستبزاز. واخد بالك؟ وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه صحيح. اما الفكره حي ادي هنا يا سيليبي. ايوه البلد بيحتاجالك. ايوه حاضر. خلص. انا هحاول اجيب ليا من البلد. اسمعني بقى. يلا يا سيليبي. ما خلصت بس بقى ترد قوي. الله. يا هذا درشواي العتيقه. ايوه. يا هذا درشواي الكئيبه. ايوه. لقد حينت اللحظه اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ لان اللي ملوش قديم. ايوه. ملوش جديد. ايوه مظبوط. زي بالظبط كده اللي ملوش ماضي. ايوه. ملوش حاضر. ايوه. والوقت يعني يقول دلوقتي بيعدينا في بعض. ها؟ انه انا انتم وانتم انا. تمام. من الحمار فينا بقى مش مهم. ونبقى لنا ايه؟ لنا كده شمخه في الكلمه. خد بالك؟ والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه طبعا. ايوه. والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه. ولا للغني. ايوه. والله الغني. ايوه. يلا يا رجاله، يلا بينا يا رجاله، ولا لكم تعالوا من هنا. مش ده بيوزع على هناك برضه؟ يلا بينا يا رجاله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.